بعده رحت داخل على ايه بقى؟ الخطوة الكبيرة التانية واحد من الناس. وواحد من الناس كان يعني فكرة الفيلم. كنا خلاص كنا يعني كنت انا واحمد نادر وبلال وكريم كنا عرفنا يعني ايه نعمل السوبر هيرو المصري. ايوه ده كان انتاج مين الفيلم ده؟ كان في استاذه منتجه كانت جديده اسمها مدام اسعاد. لا اصل الفيلم ده كان جميل جدا وبعدين قعدوا سنه ونص يشتغلوا فيه من تجربه بقى ابو علي اللي هنعمل بقى الفيلم التقيل بقى الكتير. ولو تفتكري يوم افتتاح الفيلم في استوديو مصر سمعنا مع بعض الموسيقى بره البلاتو. لان انا قعدت التيم اللي اتكلمت عنه احمد وبلال وكريم قعدنا كلنا مع بعض قلنا طب ما يعني قالوا لي طب ما تيجي نعمل الموسيقى في البدايه قبل ما نخش نصور تفكر معانا ونقعد. فقعدنا نتكلم والفيلم لان كنا وصلنا زي ما قلت لحضرتك لخلطه السوبر هيرو المصري في ابو علي. فكره ان يبقى بطل مصري والموسيقى مصري قوي. والحدوته مصري قوي برضو كانت. ففي واحد من الناس كان عندنا ده بس كان في بقى قهر وظلم ويعني وحزن يعني كان في مزيج تيمه انتقام التقليديه اللي هي مش التيمه دي بتاخد قلب الناس قوي طول عمرها من اول كونت دي مونت كريستو بالظبط في الابيض واسود زمان وهي فكره الظلم والقهر وازاي البطل بينتقم بشرف دايما بتبقى جذابه جدا مع الناس. وده خلاني بقى في الفيلم ده ابتديت يعني اعمل فكره التعدد التيمات. فكره ان يبقى في تيمه للبطل في تيمه للضحيه في الفيلم هي كانت زوجة البطل كان في بينهم قصه حب كبيره جدا فكانت في عملت تيمه لمنى لمنى شلبي والتيمه دي فضلت هي دافع البطل طول الفيلم ان هو ينتقم ليها كان بيقعد يفتكرها فكان على طول التيمه. الكلام ده بيخلينا برضو بص قد كده مهما الواحد كان عارف يا اخي برضو لما الوقت يمر شويه كده يرجع لازم يراجع مفضلاته الحاجات المفضله عنده قوي ويبتدي يعمل عمليه جواز ما بين ما كان بيسمع هو المشهد ده حبه انا قوي كده ليه هي التيمه دي انا حبيبها قوي كده ليه الله ده هم لما كانوا مع بعض الناتج بتاعهم كان ساري قوي كده. هتحسوا ده لما يلعب دلوقتي واحد من الناس على المسرح وانت بتسمع المزيكا بس انت فعلا هتلاقي نفسك عايش جوه الاحداث لو كنت شايف الفيلم واحد من الناس. واحد من الناس زي كل الناس ناس عايشة بتجري وشقية انا وهي عايشة وخلاص. الفقير في الدنيا دي ملوش غير ربه ساعات يتعكز على حكومته بس في الآخر بيتعكز على قلبه بيسمع عن سيف القانون اللي فوق الكل بس في الآخر بيلاقيه على رقبته. Thank you.
ما شاء الله يا عمرو. ما شاء الله، يعني انت اشتغلت 11 سنه بالظبط، ما شاء الله تقريبا 70 عمل ما بين سينما والتلفزيون. يعني السينما طبعا نصيب الاسد حوالي 50 فيلم. الفيلم اللي احنا قعدنا اشتغلنا عليه برضو فتره طويله قوي، يمكن قبل ما يوصل للشركه الانتاج اللي هو حضرتك برضو، فيلم 45 يوم. ده كان حاله خاصه. اشتغلت انا واحمد يسري عليه يمكن قبل مرحله التصوير والانتاج بتاعه قبليه يمكن بخمس ست سنين. واحمد بجد احمد، وكان مشاركه في السيناريو يمكن صلاح سرحان، وكنا بنقعد كلنا مع بعض نقعد نفكر ونسمع موسيقات ونقول طب نجرب. اعتقد هو هنا دي صناعه الفن بجد. قلت لك مليون مره قبل كده الرجاله ما بيبصوش بعض، انت فاهم؟ ساعات بنضحي بحياتنا علشان غيرنا يعيش، وساعات نكتشف بعد فوات الاوان ان التضحيه دي ما تساويش. اللي عملته تحت ده كان غلط. مش هتكلم معاك. ونرجع نقول عملنا اللي علينا، بس الزمن مرضيش يرضي. انا كنت فاكر ان المريض هو اللي بيتكلم والدكتور بيقعد ساكت. Thank you.